السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الموجز الأخباري لأهم الأنباء. فقد تداولت أنباء محلية أخبار تفيد بأن أسهم الجات تعتلي قمة هرم البورصة، مما أدى إلى ارتفاع الجات ارتفاعا غير طبيعيا ومقلقا، تاركا المولع بين نارين، نار الغلاء ونار الرزم. مراسلنا ياسر محمد تواجد هناك لينقل لنا الصورة بوضوح أكبر. أخ ياسر، ما صحة هذه الأنباء؟ وهل لديك أخبار سارة تحملها للمولعي؟ نعم أخي أبو صلاح، ماشي حاجة تعجب، ومع الحظاء في هذه الأيام مقوتي أما هنأشر في حواجبه يترتاح، ما بالك لا خرجت ويدك باغه قاد كأنك تخرجت من الجامعة. فندعو منظمة الموالعة والمقاوته منظمة الرعوية أن يجتمعوا ويصلحوا هدنة حتى لما يكمل رمضان، يعني أقل حاجة هنرمض. اشتراني بصور تصور بعد خطرة من تصوير. خلاص عاد بان أسألك بعد خطرة سلني راك فاضي على أمر يا أخي. أبيت أسألك على القات وكيف القات أوضاع القات. لا قدامك، حضر حاضر، هنا مقاوتي يتكلموا مدينة مراعين يتكلموا مدينة كلها. خلاص باخذ زنك أنا. ها وش قلت؟ باخذ زنك أنا. انت داري كم لي ما قط سمعت هذه الكلمة؟ كم لك؟ تقول من رجب مول، والله انها احسن كلمة في العالم. ما حد يقول لك باخذ زنك. اوه باخذ زنك وباخذ ديك زيدة. اوه مالك؟ اوه نحن ذلك يلا سرحنا. شكرا لك ولضيفك العزيز اخ ياسر، مسكين قده منتهي ما صدق قلت بات خزنه. اخ ياسر، اطلعنا على اخر المستجدات في اسعار القات اليومنا هذا. نعم اخي ابو صلاح، يقف بجانبي احد الموالع ونسألها عن اسعار القات. كيف اسعار القات اليوم؟ الروس ولا النقفة؟ الروس حاضي. طيب النقفة؟ حاضي برضه. منين تخزن؟ الروس ولا النقفة؟ روس من سوق عرمان. والنقفة من سوق عرمان. طيب بكم تخزن؟ الروس ولا النقفة؟ روس بعشر ألف. طيب النقفة؟ عشر ألف زين. وين تخزن؟ الروس ولا النقفة؟ الروس هنا. والنقفة هنا. خلاص على الصعيد ذاته، أدان بشدة الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الموالع أحمد محمود ما يتعرض له المولعي من ظلم واستبداد، مهددا بالرد أيام البورة. ودين واستنكر بحميه القهر والظلم والاستبداد الذي تمارسه منظمات المقاوتة والرعويين تجاه أبنائنا ورعايانا من الموالعة الضباحة الذين يتعرضون كل يوم لانتهاك حقوقهم وحرمانهم من لذة التخدير. ونقول لهم خافوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله فيهم. حد يفقطهم رازم وحد يبرك على رقبته وحد رازمك كلب ايضا اللي طارقه من حيد لا حيد. ابن نقول لكم ان بال اسكت على ذهن مهري، وابنكم نسيتوا ايام بورو ساق الله ايام بورو، لو ان كنتوا تلاقونا على باب سوق مقات دقات حتى لو مش معك قروش بيديك بيتحضنك بيجيب لك قلص شاهي. ايه ماذا الحين وين هم؟ لكن هم مغتربين الله يهديهم. ما يجي كلهم لكن البعض يجيك وكاسرك على مقوتي ويضل يقيم عرض مقوتي ويقدم باغة في يدك بهان تعطل تونتون مقوتي على 500 ريال. نتف باغة من يدك وانك لا لك ولا عليك كبدة قيمي. والمشكلة انه يعني في نفسك مقات لا تباطرحه ولا باتستر تقام الرجال، لان الرجال سعودي مغترب
وبامسي ما هل كذا بامسي تتنهد ما خلاه هي. وعاد بعضهم بات سد انت هم قوتي ايدك بات سد انت وياه بالفين وبيرضى وبيك فتاء لا يجيك والذلح لهميه في ذا اليوم خمس حبات قدك بات ده الفين وبيعطفها تهميه وشلها وعطل عليك المغتربين. انا داري انكم جيتوا تهنوا جيتوا لكن دي يروا ان مقوتي اول ما يرى صورته وغلى عليهم سعر عين لك واحد من ذي قعوا لك خيك بالعمك ذي هو ذي بملط ووصيته وبيجيب لك مقادي تشل انت بثلث مقيمة واقل. والله يسعدكم والله انكم مو يتوانسون ويتلاقيتوا ويتحولون مشوارع لكن ما باقي فيكم تية. ونقول رعايانا واخواننا الموالع لا تقلقوا رعوها باجي بوره لكن عينوا اباكم وتفحسوهم فحس لا جات يا بوره ابا ما خلص قايم افحسوهم فحس اريد كيبات مرمطه مرماط مرمطه شحططه مثل ما هو ذا الحين يصلح ويتكلم من هنا يدورنا لا تقلقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ذلك أبرز ما قاله الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الموالعة أحمد محمود. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.